مع ارتفاع حالة الطوارئ الصحية جراء تصاعد وتيرة الحرب شمال محافظة لحج وجنوب شرق تعز، يشتد الضغط على مستشفى طور الباحة في الاستجابة للحالات المتزايدة من المصابين والمرضى الوافدين إليه من مناطق ذات كثافة سكانية ومحيط محتدم بمعارك وقصف متواصل من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية. في ظل هذا الوضع هي النفقات التشغيلية داخل المستشفى شحيحة جدا بحكم دخول الجرحى ودخول الأمراض والنازحين أغلب النازحين داخل المديرية هذه. المستشفى الحيوي في هذه المنطقة الساخنة يعاني من عجز في الكفاءة من حيث محدودية الطاقة الاستيعابية والافتقار للكادر المتخصص والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى شح الدواء والموارد التشغيلية كالطاقة الكهربائية وسط ارتفاع معدل الحوادث الطارئة وتفشي الأوبئة. كان عندنا أمراض في المديرية يومياً، هي معظمها بلاغات صفرية يعني غير موجودة، كالشارع الرخو الحاد والحصبة والسعال الديكي والتهاب السحايا والملاريا والنكاف. النقص الحاد في الكادر الطبي اضطر إدارة المستشفى لتجنيد هؤلاء المتطوعين بدون أجر لسد جانب من العجز في القيام بوظيفته الخدمية. تضاعف إقبال المستفيدين وصعوبة وصولهم إلى المدن المجاورة جعل المستشفى بحاجة ملحة للتأهيل والدعم الإغاثي والطبي، خصوصا وأن المستشفى سبق وأن أطلق نداءات متكررة للجهات المعنية بالتحرك العاجل، غير أنه لم يتلقى من الحكومة سوى الوعود.